مين حضرتك؟ صدفة. بدينا جات لك هوب رجلين. عايزة من ايه؟ عايزة من حياتي ايه؟ ماشية ورايا ليه؟ بتعك كيف حياتي؟ كل حاجة أنا بنيتها تهدد بسببك أنت. عايزة إيه؟ هو ده اللي أنت من ساعة ما صارتي في حياتي كل حاجة باظت. هو ده اللي أنت عايزاه؟ هو ده اللي كان نفسك فيه؟ ويطلع مين ده كمان يا صدفة؟ أنا أبوها. إيه؟ أنا أبوها يا سيدي. أنا أبوها. ها؟ ارتحت دلوقتي؟ شو ده اللي كنت عايزها تسمعيه؟ ها؟ أقولها لك تاني؟ قولها تاني. قولها سمعني. أنا عايزة أسمعها كتير. قول تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر. قول كتير. قول وسمعني. ده أنا عشت عمري كله من أوله لحد دلوقتي عشان أسمع الجملة دي. هو بيتكلم بجد؟ هو اللي بيحصل ده حقيقي؟ ولا انا بحلم؟ ولا انت بتقوله ده بجد ولا لا؟ لا مش بتحلمي. مش بتحلم يا صوت. انا جيت اهو علشان اقول لك عشان اقول عشان انا مش عايزك تقول حاجه. هتقول ايه؟ انا مش عايزك تقول حاجه خالص. كفايه ان انت جيت لحد هنا. انت عارف انا مسامحك. اقسم بالله العظيم انا مسامحك. يا ستي مسامحاني على ايه؟ وانا عملت لك ايه؟ انا لما خطفتك من قدام المدرسه ما كنتش اعرف انك بنتي. عرفت انك بنتي سبتك، بس انتي ما سبتنيش. ايوه هي فعلا ما سبتكش. لا دي بعتت لك بلطجيه يكتفوك انت واولادك في قلب بيتك ويسرقوا الفلوس. على فكره حقي وحق اولادي مش هسيبه وافقد بيه. حقي وحق الكلام ده ما حصلش. أنا ولا بعت بلطجية ولا كتفت حد ولا بعت حد يسرق فلوس. أنا والجدع اللي اسمه طارق ده مش قال لكم برضه ولا إيه؟ أنا بتكلمي. طب أنت يا حنان إيه؟ أنت قلت حنان؟ تعرفوا بعض؟ أنت شفتها قبل كده؟ لا ما شافنيش. دي أول مرة نتقابل. يمكن فرح هي اللي قالت له إن أنت عايشة مع أختك حنان في بيتها، أو ممكن يكون هو بالحدائق كده هو لوحده حس. مش كده يا باشا ولا إيه؟ لا يا حنان، أنا كنت بديلك فلوس كل شهر علشان تخليها تبعد عنك علشان أيوه أنا اللي حصل. معلش بس هو ده اللي حصل. كل شهر كنت بديك فلوس علشان تبعديها عنك. ما تردي. انا اسف حنان. معلش انا ده اللي حصل. وانا دلوقتي في اللحظه دي في جو مش حابب ان انا اكذب. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.